بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس ولله الحمد والمنة على أول سورة النور، جعلنا الله وإياكم من أهل النور في الدنيا والآخرة. كعادتنا نبدأ بتلاوة الصفحة وتقرؤون خلفي، حاولوا أن نكون كلنا مع بعض بصوت واحد. الآن سنبدأ من أول السورة، ولما يبدأ الإنسان من أول سورة من سور القرآن لابد أن يبسمل، لابد أن يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة، إلا سورة التوبة سورة براءة فلا بسملة في أولها، وما عدا براءة فلا بد من البسملة في أوائل السور. أما التعوذ فلا بد منه في بداية التلاوة مهما كان نوع التلاوة، من أول السورة من وسط السورة لا بد من التعوذ، عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. التعوذ، البسملة أول السورة، بين التعوذ والبسملة ممكن الإنسان يفصل وممكن يصل، بين البسملة وأول السورة ممكن الإنسان يفصل ممكن الإنسان يصل. هنا وجهان، هذه التعوذ وهذه البسملة وهذه أول السورة، هنا وجهان وهنا وجهان، 2 × 2 = 4. الاحتمالات العقلية كم احتمال؟ 4، كلها صحيحة وكلها جائزة، افعل ما شئت منها، لكن بدك ترتاح خذ قطع الجميع، يسموه قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقف بسم الله الرحمن الرحيم، وتقف وتبدأ بأول السورة. إذا عندك نفس أطول بدك، الله يوفقك، كله صحيح. تبهنا كيف؟ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم هذه أنفسهم ها ليست أنفسهم لأنه هنا مسبوق بنفي فإلا هنا أداة حصر أداة حصر وليست أداة استثناء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سبحان الله، ما بعرف إذا شعرتوا سورة النور الدخول عليها مرعب، يعني عرفت لأنه فايت أنت على طول على الأحكام وعلى حدود اسمها حدود، فبيبقى الواحد عم يقرأ وهو كأنه في محكمة، كأنه في الله يبعد عنا وعنكم الشر ويلطف بنا وإياكم وأولادنا وأولادكم، اللهم آمين. طيب نأتي إلى، إذا تكلمنا عن التعوذ والبسملة وقلنا إيه للقارئ أن يصل وأن يفصل ما شاء منها. سورة أنزلناها وفرضناها، دائما نتكلم إخواننا الكرام على الضاد الساكنة أن لا يهتز آخرها، يعني ما يقول الواحد وفرضناها، فرض ض سمعانين هذا الض، هذا الصوت لا معنى له، صوت زائد، وفرض انتهت الضاد ناها وفرضناها، ولا نقول وفرض، تبهت كيف؟ وأنزلنا فيها آيات بينة لعلكم تذكرون. طبعا تذكرون ما أصلها؟ أصلها تتذكرون بوزن تتفعلون، لكن العرب كانوا يستثقلون توالي الأمثال، بسموا أهل اللغة توالي الأمثال. شو يعني الأمثال؟ يعني الحرفين المتماثلين تا 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 وراها تا، فكانوا يكتفون بعض القبائل، هو الأصل تتذكرون هذا الأصل، لكن كثير من القبائل ماذا كانوا يقولون؟ تذكرون بتاء واحدة اكتفاء بإحدى التاءين. بعض العرب الآخرين كانوا تا تا التاء الثانية يحولونها إلى ذال، إلى إيه؟ ذال، ويدغمونها في الذال التي بعدها فيقولون تذكرون، تبهنا؟ وهذا مقروء به، مقروء به في غير رواية حفص تذكرون، نحن رواية حفص شو بنقرأ؟ تذكرون. وضح؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 الألف اللي فيها كما ترون في المصحف حتى في الإملاء تكتب ولا تقرأ، تبهنا؟ يعني كثيرا ما نسمع بيقول لك 100 300 500، ليس في اللغة شيء اسمه 100، وإنما في اللغة شيء شو اسمه؟ 100. طب هذه الألف ما معناها؟ هكذا كانوا يكتبون في زمن النبوة، قيل للتفريق بين منه أو فيه وكلمة 100، فكانوا يزيدون فيها إيه؟ هذه الألف الطويلة.
الآن بعض يعني المحدثين من علماء اللغة يعني قالوا طالما أن الأمر صار واضح ف يعني ممكن ألا تكتبها، يعني ممكن تكتب مئة ميم سن سنة تاء مربوطة على طول بدون الألف الطويلة، يعني اللي كتبها بدون ألف خير واللي كتبها بألف يكتبها، لكن المهم ألا ينطقها، ألا ينطقها. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. يعني هو الأكمل، الأكمل الواحد يجيب هدول الجملتين مع بعض، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. ليه؟ حتى يبان يعني التوازن، طبعا هذا أكمل، لكن إذا النفس ما بيساعد، إذا النفس ما بيساعد وحب الإنسان يفصل كل جملة، طالما أنك عم تجيب جملة كاملة لها مبتدأ وخبر ما في مشكلة. وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات. المحصنات مرت معنا من سنتين تقريبا في سورة النساء. كلمة المحصنات تأتي في القرآن الكريم بمعنيين، المعنى الأول المتزوجات، والمعنى الثاني الحرائر يقابلها الإماء اللي هن المملوكات. يعني تبهنا كيف؟ فتأتي أحيانا بمعنى المتزوجات. فلما ربي ذكر النساء اللواتي لا يحق للمسلم أن يتزوج بهن، لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وبناتكم وخالاتكم، ثم قال والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء. من المحصنات هنا المتزوجات. فإذا تزوجت امرأة فقد حرمت على جميع المسلمين إلا زوجها، تمام؟ فقد تأتي المحصنات بمعنى المتزوجات، وهنا كذلك جاءت والذين يرمون المحصنات يعني المتزوجات. وفي سورة النساء جاءت أيضا بمعنى الحرائر، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. يعني اللي ما عنده قدرة مالية ينكح يتزوج امرأة حرة لغلاء مهرها أو كذا، يأخذ وحدة يعني أما لا. بعدين قال ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة اللي هو المشقة، وأن تصبروا خير لكم. طب أنا إذا بتصبر شوي تأخذ وحدة حرة بيكون أحسن. في تلك الصفحة في سورة النساء جاءت المحصنات بمعنيين، مرة بمعنى الايه المتزوجات ومرة بمعنى الحرائر. وضحى؟ طب هنا بأي معنى؟ المتزوجات. والذين يرمون المحصنات يعني المتزوجات. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. دائما إخواننا، دائما ربي جل جلاله ما بتوعد وبيهدد ويخوف إلا بعدين بيفتح الباب بيقول إلا الذين تابوا. كل القرآن خذوا أي سورة بدكم ياها لا تجدون الله عز وجل أغلق بابه في وجه أحد، دائما شو بيقول؟ إلا. تبهنا كيف؟ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، بعدين شو قال؟ إلا. دائما فاتح بابه جل جلاله لمن يريد أن ينيب وأن يعني يعود إلى الله عز وجل. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالهيئة. هذه صورة، نسأل الله العافية لنا ولكم، الله يعافينا ولا يبتلينا ويعافي جميع المسلمين. يعني لو إنسان مثلا رأى زوجته على الفاحشة وما عنده شهود إلا نفسه، ما عنده شهود إلا نفسه، الله يبعد عنا وعنكم الشر، شو كيف حل هذه المسألة؟ يذهب إلى القاضي ويشهد على نفسه أربع مرات أنه من الصادقين وأنه يتهمها بكذا وكذا، ثم يحلف يمينا خامسة أن البعيد لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتبهنا؟ فهون عندك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. شهادة مبتدأ، شهادة أحدهم أربع شو أعرابها؟ خبر. بعدين قال والخامسة، إيش الخامسة؟
واليمين الخامسة، يعني هذه صفة لموصوف محذوف تقديره واليمين الخامسة، إيه هي؟ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة كتبت في هذا الموضع من القرآن العظيم بالتاء المبسوطة كما ترون. فإن اضطر القارئ، اضطر أو اختبر يعني سئل، كيف تقف على هذه الكلمة؟ يقف عليها كيف؟ بالتاء المبسوطة. والخامسة أن لعنة، لكن لا يتعمد ذلك، لا يتعمد الوقف عليها، هذا ليس مكان وقف. لكن إن اضطر، عرفتوا شو معناته اضطر؟ سعال، عطاس، كحة، نفس، إلى آخره. أو سئل، سأله أستاذه أو أخوه في الله، قال له كيف تقف على هذه؟ يقول له نقف عليها بإيه؟ بالتاء المبسوطة. ويدرأ، طبعا يدرأ كما ترون في المصحف بعد الهمزة مكتوبة على واو وبعد الواو ألف، ما فائدة هذه الألف؟ لا أدري، هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نكتبها هكذا لحكمة الله أعلم بها. انتبهنا، لأن رسم المصحف مراحله، المرحلة الأولى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه مقطع قرآني دعا من حضره من الكتبة 3-4-5 بحسب المتيسر فيكتبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي، ولو أخطأ كاتب منهم لصحح الوحي، لأنه في ذاك الزمان الوحي ينزل. انتبهنا كيف؟ فهكذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القطع بعصر الصديق أبي بكر جمعها سيدنا زيد بن ثابت بأمر من الصديق وبإشارة من سيدنا عمر رضوان الله عليهم أجمعين، فجمع تلك القطع. وشو عمل؟ تفضلوا سيدنا، تفضلوا إذا بتحبوا تجلسوا، حدا من الشباب الصغار اللي جالسين على الكراسي، تفضل أستاذ. انتبهنا، جمع سيدنا زيد بن ثابت تلك القطع في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وبعد أن جمعها فرغها تفريغ، عرفتوا شو فرغها؟ يعني نسخها، مثل مو مكتوب، مكتوب يدرأ هكذا واو يا دال را واو ألف، كتبها كما هي، هذا في زمن مين؟ الصديق. فصار سيدنا زيد عم يكتب القرآن للمرة الثانية، المرة الأولى كتب وين؟ بين يدي رسول الله بأبي وأمي، المرة الثانية كتب وين؟ بأمر من الصديق أبي بكر. ثم بعهد عثمان رضي الله عنه أيضا سيدنا عثمان دعا زيدا وعمل معه لجنة من قريش وأمرهم، وأتى بالصحف البكرية، الصحف البكرية الصديقية، أتى بها ونسخ، وطلب من هذه اللجنة أن ينسخ منها عدة نسخ وأرسلها إلى الأمصار، الأمصار يعني البلدان الإسلامية. فكان رئيس اللجنة مين؟ كمان سيدنا زيد. لاحظتوا سيدنا زيد ابن ثابت له فضل على الأمة كلها، وشرفه الله بشرف اختصه به. انتبهنا كيف؟ كتب القرآن بين يدي رسول الله بأبي وأمي، كتب القرآن في عهد الصديق وبأمر منه، نسخ القرآن للمرة الثالثة في عهد سيدنا عثمان، فهكذا كتبوها يدرأ. فالألف التي بعد الهمزة كما ترون فوقها سكون مدور، هذا السكون المدور ما معناه؟ أن هذا الحرف زائد في النطق، لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. تمام؟ جيب له مصحف للأستاذ يا ابني، يا ابني اي أم جيب لحالك مصحف، حياكم الله. وضح يا أخواني؟ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة. طب ليش فوق قال والخامسة، هون قال والخامسة؟ الخامسة الأولى هذه كما ذكرنا منذ قليل صفة لمبتدأ محذوف تقديره، والشهادة الخامسة مضمونها أن البعيد لعنة الله عليه كذا كذا، واضح؟ بينما هون ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4، 4 منصوبة لأنها مفعول به، تشهد هي 4، ثم قال والخامسة، يعني وتشهد الشهادة الخامسة. انتبهنا كيف؟ عرفتوا ليش منصوبة؟ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب لفت نظركم شيء هنا، يعني عند الرجل قال لعنة الله، عند المرأة شو قال؟ غضب الله. في فرق؟ في فرق، طبعا في فرق. اللعنة الله يبعد عنا وعنكم الشر،
هي الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. يعني هذا مثل ما بيقولوا بالعامي إكس، الله يبعد عنا وعنكم الشر. بينما الغضب قد يسكن، قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فالغضب قد يسكت. وفي حديث القيامة يقول السادة الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. انتبهت كيف؟ فالغضب قد يسكن لكن اللعنة شو ايه؟ على طول. طب ليش الرجل لعنة والمرأة غضب؟ في لها مبرر. والعياذ بالله لما رجل يتهم زوجته بكذا، في عنا احتمالين عقليين، يا اما صادق يا اما كاذب. اذا صادق فهمناها، طب واذا كاذب كيف عم تتكلم هالكلام؟ ها كيف عم تتهم بريئة؟ هي بريئة وانت تعلم انها بريئة وعم تتهمها؟ كبير هذا الامر عند الله، فاستحق والعياذ بالله عليه ايه؟ لعنة. بينما المرأة كمان عندنا احتمالين، لما بتقول كلامه مو صحيح، بتقول عن زوجها كلامه مو صحيح وبتحلف أول يمين وثاني يمين وثالث يمين ورابع يمين مقابل أربع شهداء، ما هيك؟ ليش أربع أيمان؟ لأنه مقابل أربع شهداء، وبتحلف الخامس أنه البعيدة عليها كذا. طب قلنا الغضب أقل من اللعنة والغضب قد يسكن، قلنا هنا احتمالين، هي يا صادقة يا كاذبة. إذا صادقة ما في إشكال، طيب إذا كاذبة؟ يعني هل لها هيك شبهة؟ فيه الله يبعد عنا وعنكم الشر. هذا الموضوع أنا ما بحب فوت فيه أبدا، ودائما سألوا الله العافية إخواني بعيد الشر. يعني تصوروا امرأة وقعت حقيقة بهذا الأمر، ماذا تريدها أن تقول أمام القاضي وأمام الناس وأمام الملأ؟ تريد أن تقول أنها كذا كذا؟ طب بناتها بكرة مين بده يتزوجهم؟ إخواتها البنات مين بده يتزوجهم؟ أبوها كيف بده يمشي بين الرجال؟ بده يقولوا هذا بنته عملت كذا كذا؟ أمها انتبهتوا؟ فقد، وبرجع بقول الله يبعد عنا وعنكم الشر، قد تقول بينها وبين نفسها يا ربي انت بتغفر بس عبادك ما بيغفروا، انت بتعفو بس عبادك ما بيعفو، سامحني يا ربي انا مضطرة انه خلي الامر بيني وبينك وانفي هذا الامر امام الناس. انتبهتوا؟ فهي إلها شبهة، لكن هذا بيسبب غضب الله عز وجل، لأنه غضب له سببين، السبب الأول كيف وقعتي في هذا الأمر، والغضب الثاني كيف عم تحلفي بالله عز وجل كذب. انتبهنا؟ لكن هي شبهتها. لذلك القصة اللي صارت في عهد النبي بأبي وأمي، قالت المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم. انتبهتوا شو قالت؟ لا أفضح قومي، وشوفوا كلمة قومي شو اندرج تحتها، كل القرابات، سائر اليوم يعني شو بدهم يحكوا عليهم الناس. انتبهتوا كيف؟ الله يبعد عنا وعنكم الشر. هذا ذكروا بعض المفسرين الفرق بين، يعني لأنه دائما في ديننا ولله الحمد هناك تناسب بين الجرم والعقوبة، ليس في الإسلام عقوبة كبيرة على ايه؟ على ذنب صغير، وليس هناك عقوبة صغيرة على ايه؟ على ذنب كبير. دائما هناك تناسب بين مين ومين؟ بين الفعل وجزاؤه. ثم قال الله في الآية الأخيرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إيه؟ ولولا بدها جواب، أين جوابها؟ يعني لمسكم العذاب، لمسكم العذاب. عرفتوا؟ جواب لولا محذوف، وهذا أسلوب من أساليب الكلام العربي. إلا الآن بعض مثلا ممكن الواحد الأهل أو الوالد أو الوالدة إذا الولد عمل غلط بيقول له والله لولا خوفي من ربي، الأب يقول لابنه والله لولا خوفي من ربي وبيسكت. شو يعني لولا خوفي من ربي؟ لفعلت بك كذا وكذا وكذا. انتبهتوا؟ فهذا أسلوب عربي من أساليب الخطاب.
لذلك بيقولوا استغفر الله، يعني نقلت لي عن أحد العلماء أنه قال عن اللغة العربية لولا الحذف والتقدير، أن اللغة العربية مليانة متعلق بمحذوف وتقديره كذا، قالوا لولا الحذف والتقدير ذكر لي عن أحد العلماء قال فهمته الحمير، ما حبيت أنا هي تبع الحمير، فقلنا لولا الحذف والتقدير لفهمه من الناس الكثير، لولا الحذف والتقدير لفهمه من الناس الكثير. مين هو فهمه؟ الكلام العربي، لغة العرب مبنية على الحذف. عرفتوا شو الحذف؟ يكسر العرب من الحذف، مو كل شيء بيذكروه. هلا نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعربوها، يلا باسمي جار ومجرور وهو مضاف، اللهي مضاف إليه، الرحمن صفة للفظ الجلالة، الرحيم صفة ثانية. طب وين الجملة؟ ما في جملة. الجملة العربية إما جملة فعلية وإما إيه؟ محذوف. لذلك العلماء لما بتجي بسم الله الرحمن الرحيم بيقولوا تقديرها أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، فإما يقدرون فعلا حتى تكون الجملة فعلية، وإما يقدرون اسما مبتدأ يعني حتى تكون الجملة اسمية. أطلنا عليكم، سامحونا.